مهلب سواحل 310 ينادي كيف تسمع نجم؟ واحد جيد مهلب سواحل 310 حاليا بقيادة الرائد يعقوب الكندري، كذلك حاليا استمرار من القاعدة باتجاه كبر. للعلم كذلك مهلب معانا وفد من برنامج الدري، هل استلمت؟ طبعا الحين احنا متوجهين من قاعدة صباح الأحمد موجودة بالحمص لغاية جزيرة كبر، المسافة تقريبا مسافة 20 ميل، هذه كلها تعتبر من المياه الإقليمية، وبعد جزيرة كبر إن شاء الله مسافة 12 ميل راح تكون المياه الإقليمية، وبعض ومن وراها هني احنا ندش في المياه الاقتصادية ومياه الصيد، فإن شاء الله راح نحتاج ساعة إلى كبر، ومن ثم إن شاء الله راح نتوجه إلى المياه الصيد، وراح تشوفون إن شاء الله اللنجات وطريقة الصيد وطريقة تعاملنا معهم بإذن الله. اليوم نتوفق في الرحلة بإذن الله إن شاء الله، اللي هي طالعين ومتجهين إلى لنج راح يكون في المياه الاقتصادية. صحيح. وبيكرف بيوم إن شاء الله. إن شاء الله عاد توالمة الشحامية ولا بإذن الله الثانية العودة. العودة إن شاء الله. العودة منعرة إن شاء الله. اي رحله صيد سواء كانت حق الجر الخلفي بالكوفه او الصيد او الحداد لها شروط لها ضوابط، واحنا اليوم راح نتعرف على الشروط والضوابط حق اللي حاب يدش في صيد الربيان. احنا في البدايه لما نفتش على اي سفينه صيد تقوم بالصيد بواسطه الجر الخلفي لصيد الربيان، نتاكد من قانونيه شباك الصيد من ناحية قياس الفتحات، وإذا كانت الشباك المستخدمة فعلا لصيد الربيان أو أنها شباك لصيد الأسماك. الأنواع أكثرها اللي موجودة عندنا هي تصير الشحامية أو المنعيرة. هذا الربيان المستزرع يصير لونه شوي أغمج. أغمج. اللي هو نفس الربيان السعودي. أيوه. إحنا هنا أبو عبد الله في الكويت اللي حسب الدراسات مو موجود الا الربيان الشحامي والربيان الجامبو، هذا اللي متوفر اكثر شيء اللي قاعدين نشوفه، الربيان الباجي يعني ما شفنا، بس ممكن يكون موجود يعني، بس اللي ظاهر في اللي ظاهر اللي ينزل للسوق الشحامي ومن غيره. على يسارنا جزيرة كبر، قطعنا تقريبا 20 ميل من القاعدة البحرية لخف السواحل، ومن بعد جزيرة كبر راح نقطع 12 ميل إلى 13 ميل بحري، راح نكون في نهاية المياه الإقليمية الكويتية، ومن بعدها ندش المياه الاقتصادية للدولية، وهناك راح يكون صيدنا للربيان. دور إدارة عامة خفر سواحل في حماية المياه الإقليمية دور أساسي، كذلك بالتعاون مع أخواننا في القوى البحرية. من ناحية التأمين عندنا الزوارق ممتدة من الشمال إلى الجنوب، كذلك عندنا الجزر عليها مراكز تابعة لإدارة عامة خفر سواحل.
وتعتبر نقطة انطلاق لبعض زوارقنا وكذلك لبعض الطراريد الاحترافية لتأمين المياه الإقليمية من الشريط الحدودي إلى الشريط الساحلي. طبعا دخول اللنجات وخروجها يكون تبع آلية اللي هي يطلع من النقعة يمر على الدوبة النقطة الثابتة النقطة العايمة اللي موجودة عندنا يتأكدون نتأكد من الهويات من الأوراق من الثبوتيات كذلك من تصاريح الدخول والخروج وكذلك نحرص أن يكونون حاملين لمعدات الأمن والسلامة كاملة. يتم أخذ اسم الطاقم وكذلك اسم اللنج والوجهة اللي متوجه لها وكذلك متى موعد الرجوع وبالاشتراك مع المنظومة الرادارية هي اللي يتم من خلالها مراقبة جميع الأهداف في المياه الإقليمية الكويتية. وصلنا إلى نقطة الالتقاء ما بين المكان اللي اتفقنا عليه 12 ميل بحري من جزيرة كبر أبو عبد الله هذا اللنج والحين إن شاء الله بنكون وياهم وراح نبدأ حلقتنا بالجر الخلفي ونشوف شلون طريقة الصيد من أول ما يجهزون شباك لما ينزلونها ولما يسحبونها إن شاء الله. وهذا الرائد يعقوب ما قصر كابتننا وقائدنا في هذه الرحلة. السلام مبارك. عبد الله هذا طبعا من ضمن الاشتراطات الكل يكون لابس اللايف جاكيت نحفظ لايف هذا احنا لبسنا والطاقم هم لابس وان شاء الله راح الحين نتوجه من الزورق سعيد الى اللنج. طبعا اكيد احنا لتامين ونقدم بعض النصائح لاخواننا الصيادين الالتزام بالقوانين وكذلك الالتزام بمعدات الامن والسلامه خلها موجوده دائما معك كذلك في حال وجود اي مشكله واجهتك في البحر لا تتاخر ويتم التواصل مع عمليات اداره عمل خفر السواحل بالرقم 1-820-380 كذلك يكون عندك جهاز الـ 16 الـ VHF شغال في حال احتجت أي مساعدة راح يتم إن شاء الله التواصل معك وراح توجه لك الدوريات في أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. الصباغة ثلاثة هذا اللنج اللي احنا حاليا عليه واللي بنكرف الربيان من خلاله خلكم ويانا. شفتوا معانا الطريقة اللنج وهو يطبج على الزورق الماي مو راكد في الاغلاقة وفي الهواء شوي فهذه العملية صعبة وتتطلب الى دقة واهم شيء في هذا الامر السلامة عشان لا يكون في إصابات. الثروة البحرية طبعا بالاشتراك وبالتعاون مع اخواننا في الثروة السمكية دائما نحاول ان نطبق جميع القوانين لمنع الصيد الجائر في الكويت والحفاظ على البيئة البحرية. سبحان الله من طبع الروبيان بالذات يقول عن جميع الاسماك بيحب الارض الرمله او الارض التينه ما فيها صخر لا يحب الصخر ولا يحب المرجان الشعبي ابدا
طلاطم ممنوع وبعدين عشان خاطر تشتغل بقوه الرفع بالضعف ده على اي شعبات مدنيه او اي ثغر مش موجوده. مو موجود. لازم الحرص انها تكون ارض طينيه، لازم تكون ارض طينيه او رمليه. نعم. بدون اي عود. هذا الكوفه وهذه النشلون هي 2 انش وضعيفه، يعني باي اقواع واي مرجان تكسر على طول. نعم. فدائما تحرصون الى شوف الحمله دي قالوا على اي مرجان ولا حقي يقص فدائما يحرصون الى الارض الطينيه، ارض نظيفه، ارض نظيفه ما فيها مرجان ما فيها قصار، وهم مع حمايه البيئه البحريه وراح نشوف ان شاء الله. جوهرة الصباغة 3 والصيد راح يكون عن طريق الجر الخلفي بالكوفة. كل طرق الصيد يعني كفكرة متشابهة، بس اللي يحددها اللنجات نفسها والمراكب. عملنا حلقة في اسبانيا في بالما دي مايوركا، بس الحجم اطول، بس الفكرة واحدة. هذا الجالي وهناك في جالي، هناك على الكيابل، هني راح نكون على احبال، هني كوفه تقريبا تمتد الى 43 متر، والعرض يحدده فتحه الجالي وقت ما ينزل، وهو يتحكم في الجالي هذا. ينزل في ارض طينيه، شرط الصيد الربيان يدورون ارض نظيفه ما فيها لا قصار لا مرجان، عشان يحافظ على البيئة وهم يحافظ على معداته اللي هو متمثل في الكوفة عشان لا تقص معاهم. وراح نشوف ونبدي بالخطوات أول ما نوصل إلى منطقة الصيد، صيد الربيان. انضمت الهيئة العامة للزراعة الكرة السمكية فترة صيد الربيان اللي تمتد من أول شهر 1/8 إلى 1/1 من بداية السنة الجديدة، تقريبا فيها يمكن 6 أشهر تقريبا، وإحنا الحين في آخر القفال يعني إن شاء الله كلها يومين وقفل الموسم. الله وكلنا على الله ونزلنا الكوفة ونشوف الجالي نزل. طبعا الجالي هو الوزن اللي ينزل تحت ويصك القاع، يصك القاع تقريبا. راح ننزل الكوفة على عمق 13 متر تقريبا. طرق صيد الربيان في داخل دولة الكويت بواسطة شباك الجر الخلفي، أو مسمى حاليا نسميها الكوفة. الكوفة عبارة عن شبك مفروض بشكل تكون من الجالي
مثل يصير ثقل او وزن يركز الكوفة ويخليها شوي يخليها مفتوحة، والجناح اللي يصير جانب الكوفة ممتد لاخر شيء للكيس، الكيس اللي يتجمع فيه الصيد الربيان. الجالي راح يكون على القاع وهو اللي راح يلامس الطين، الارض الطينية او الارض مستوية تحت، وراح يكون امتداد الكوفة مسموته تقريبا 43 متر، وعرض من الجالي الى الجالي 4 متر، وهذه الطريقة اللي تتم فيها عملية صيد الربيان. بالنسبة حق رخص الصيد المسموح لها ممارسة الصيد بواسطة الجري الخلفي داخل الكويت ما يقارب 77 رخصة قائمة تقوم في عملية صيد الربيان، بالإضافة إلى تم السماح حق سفن الصيد اللي رخصها مو جر خلفي للخروج المياه الاقتصادية وصيد صيد الربيان. نشكر اتحاد الصيادين الكويتي على كل ما يقدمونه في مساهمتهم وتنسيقهم وترتيبهم لما يخص الصيد، ونشكر صاحب اللنج حسن الصباغة على توفيره هذا اللنج في حلقتنا اليوم. سامح وبحارته حالفين علينا ما نطلع اليوم الا متقدمين معاهم كأننا قاعدين في بلدهم. ساعات الحين بنرفع الكوفة وبنشوف صيدنا، والله يوفقنا إن شاء الله.
عبد الله ماسك حبل السر وهذا الصيد في حلقتنا اليوم. يلا ابو عبد الله. ما شاء الله. يلا احمد احنا صيد منوع، في ربيان وفي شنعت وفي بزلقان وفي شعم، منوع الصيد طبعا. اللي يحتاجونه ياخذونه واللي ما يبونه راح يردونه البعض. الربيانة هذا من عيرة وهذا اللي جينا عشانها في هالحلقة. حبينا نشكركم ممثل بياتك والطاقم اللي ما قصر معانا في هالرحلة وبيض الله وجهك. الساعة المباركة انتم اللي مشكورين وما قصرتوا ومشكورين على مجهودكم. احب اشكر البرنامج والطاقم كامل ومسي على مشاهديكم، وكذلك شكرا لتوضيح الصورة كاملة، توضيح كامل الإجراءات والمتخذة من قبلنا أو من قبل الثروة السمكية، وتشوفون الأحداث والصيد على أرض الواقع. مشكورين وما قصرتوا، يعطيكم العافية. هذا ختام حلقتنا ومع صيدنا اليوم ولله الحمد. طلع معنا في الطرحة الويبية شنعدة زائد مزلقان وشعم سلطان ابراهيم واسماك اخرى، طبعا الربيان اكيد. طبعا نشكر الكابتن سامح وحارته، نشكر ابو عبد الله والطاقم اللي معاه المهندس موسى وداوود والنيح والخفر السواحل واتحاد الصيادين. نشوفكم على خير ومع السلامه.